ارتفاع معدل السياحة في تشيرنوبيل الأوكرانية بنسبة 40% بعد عرض مسلسل شبكة HBO القصير عن كارثة تشيرنوبيل، وهذا ما أثار غضب روسيا. وجه مسلسل شبكة HBO القصير بعنوان تشيرنوبيل اهتمام العالم نحو كارثة مفاعل تشيرنوبيل النووي في أوكرانيا سنة 1986. أنتجت شركة HBO مسلسلا تلفزيونيا قصيرا بعنوان تشيرنوبيل، يتحدث عن الكارثة التي وقعت في مفاعل تشيرنوبيل للطاقة النووية. لم يحصل المسلسل على الشهرة العالمية التي اكتسبها Game of Thrones من إنتاج الشركة نفسها، والذي انتهى سنة 2019، لكنه استطاع جذب عدد كبير من المتابعين المتشوقين لمعرفة ما حصل من خلال هذا العمل الفني المبدع والمؤلف من 5 حلقات فقط. أثار المسلسل اهتمام الناس في جميع أنحاء العالم تقريبا، ولفت انتباهنا جميعا إلى كارثة لا يعرف أغلبنا عنها سوى القليل. لكن هناك معلومة أخرى مثيرة للاهتمام حول هذا العمل، حيث أوردت وكالة رويترز عن ارتفاع معدل السياحة في تشيرنوبيل مع انتهاء المسلسل في شهر حزيران من هذا العام. حيث بينت شركة السياحة في تشيرنوبيل والتي تدعى سولو إست أن معدل السياح قد ازداد بنسبة 30% في عام 2019 مقارنة مع الشهر ذاته في شهر أيار من العام الماضي 2018. وعرضت شبكة HBO العمل في الرابع من أيار ماي، وعرضت الحلقة الأخيرة منه في الثالث من شهر جوان. وأكد مدير شركة السياحة سولو إست المدعو سيرجي إيفانتشوك في حديث له مع وكالة رويترز أن ارتفاع معدل الحجوزات في شهر جوان وجويليا وأوت بنسبة 40% مع انتهاء عرض المسلسل، وهذا أيضا ما أكدته مجموعة تشيرنوبيل تور للسياحة، حيث قال مديرها ياروسلاف يميليانينكو أن نسبة إقبال السياح ازدادت ب40% منذ بدء عرض المسلسل. في المقابل، أدى هذا الاهتمام العالمي بقضية تشيرنوبيل إلى إثارة القلق في وسائل الإعلام الروسية، حيث أوردت صحيفة ذا موسكو تايمز أن الكريملين غاضب بشدة جراء إنتاج مسلسل الشركة الأمريكية عملا يحكي عن هذه القصة قبل أن يتسنى للروس الحديث عنها، حيث أصبح المسلسل قضية حساسة في الشارع والإعلام الروسي وخاصة الأخير، حيث يحاول الإعلام في روسيا التقليل من هذا العمل واصفا إياه بالهزلي وغير الصحيح. ووصل الأمر إلى قيام شبكة تلفزيونية روسية تدعى إن تي في بالترويج لمسلسلها الخاص عن كارثة تشيرنوبيل، حيث سيحكي المسلسل عن نظرية مؤامرة تدعي قيام عملاء أمريكيين من وكالة الاستخبارات المركزية السية بالذهاب إلى منطقة تشيرنوبيل والتسبب بأعمال تخريبية. تحدث مدير المسلسل الروسي المنتظر أليكسي مورادوف قائلا: هناك نظرية عن اختراق الأمريكيين لمفاعل تشيرنوبيل للطاقة النووية، وهناك عدد من المؤرخين يؤكد ذلك، حيث كان أحد العملاء الأمريكيين موجودا في المحطة في يوم انفجار المفاعل. وبصرف النظر عن صحة هذه النظرية أم لا، لا نعتقد أن مسلسل تشيرنوبيل الروسي سيحقق النشاط ذاته الذي حققه مسلسل HBO. أما في أمريكا، أورد موقع إندي واير المختص بالأعمال السينمائية والتلفزيونية أن مسلسل تشيرنوبيل هو واحد من أفضل الأعمال الدرامية لهذا العام، والمسلسل من إبداع كريغ ميزن وبطولة جاريد هاريس وإيميليا واتسون وستيلان سكارسغورت.